بعرض لأول مرة en première mondiale le فنان الكبير أنور إبراهيم يوم 10 جويلية 11 جويلية إن شاء الله عندنا لقاء مع الرقص الهندي والبوليوود إكسبريس رسالة سلام هو عرض مشترك ما بين الشيخ حاتم الفرشيشي ومجموعة من مصر وإندونيسيا إن شاء الله نشوفوه 12 جويلية هو عرض صوفي 14 جويلية ونحن نحتفل بالفنانين التوانسة الكل عرض على الخضرة نغني أجد دور دو لا شانسون تونيزيان إدارة الفنان زياد غرسة مع جمعية قرطاج للمالوف يوم 14 جويلية ثم يوم 16 جويلية جورج بنسون يوم 19 جويلية يكون لقاءكم مع نانسي عجرم 22 جويلية مع الفنان الكبير لأول مرة في تونس يعني 23 جويلية سيكون الموعد مع أيام 24 جويلية الجزء الأول الفنان التونسي محمد الجبالي الجزء الثاني الفنانة اللبنانية كارول سماحة 15 جويلية جمهورية للجميع 25 جويلية سامحوني 25 جويلية عرض جمهورية للجميع تقديم شكري بوزيان وثلة من الفنانين التونسيين ثم 26 جويلية ألف رقصة ورقصة من العالم العرض هذايا فيه أكثر من 20 جنسية وأكثر من 20 رقصة 27 جويلية اللقاء سيكون مع شيمان بادي كجزء أول من السهرة ثم ناتاشا سانتيير 29 جويلية يكون لقاءنا بريتشارد الثالث لجعفر القاسمي 30 جويلية ألدان للصغار وللكبار كذلك 31 جويلية مارسيل خليفة مع الأوركستر السيمفوني التونسي عرض مشترك لبنان وتونس 1 أوت يوسف دور اللي هو من أصدقاء مهرجان قرطاج الدولي 2 أوت يكون لقاءنا مع الفنان نور شيبة من تونس كجزء أول الجزء الثاني مع الشاب مامي من الجزائر 3 أوت سهرة الفادو والفلامينكو 3 أوت أنا مورا في الجزء الأول والجزء الثاني توماتيتو ثم 4 أوت نشيد إلى تونس تقديم الفنان رياض الفهري 5 أوت عرض من الرقص المعاصر تونسي وفلسطيني لنوال اسكندراني موسيقى لجوهر الباستي 7 أوت الفنان الكبير صبر الرباعي يقدم عرض خاص وخاص جدا مثل ما قال لأنه أول مرة يظهر فنان صبر الرباعي في الشكل هذايا بالإضاءة وتقديم صورة جديدة للفنان 8 أوت عندنا لقاء مع البالي الصيني البالي والغناء من الصين العرض اسمه The Ancestors of Maqam 9 أوت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب 10 أوت لقاءنا سيكون بعرض مشترك ما بين تونس وفرنسا وسويسرا ثلاثة هما موجودين منير ترودي وإليك تلفاز 11 أوت لقاءنا الكل سيكون مع ستروماي
13 أوت المنسية تقديم الفنان المسرحي لسعد بن عبد الله 14 أوت سهرة يا رب نشيد الحب والسلام محمد الناجري بالاشتراك مع الفنان لطفي بوشناق والفنانة نجاة عطية وغيرهم من الفنانين يوم 15 أوت ليلة على دليلة مع الفنان الكبير لمين النهدي و16 أوت موزار أوبيرا روك وهو عرض الاختتام بالنسبة للمسرح الأثري بقرطاج ينتهي عرض الاختتام يوم 16 أوت وبعدها فما مفاجأة كبيرة تقدم لأول مرة وإحنا خرجناها من سياق المهرجان لأنه تتطلب انستالاسيون كبيرة لأول مرة على المسرح الأثري بقرطاج لو سيرك دو غلاس من خلال عرض بيتر بان سور غلاس سيكون يوم 19 و20 أوت إذا سيتواصل المهرجان بعد اختتامه 19 و20 أوت سيكون الموعد مع بيتر بان سور غلاس للصغار وللكبار أيضا عرض جميل جدا ولأول مرة تصير انستالاسيون